السلام عليكم، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ معاكم شاهد زهرة زميلتكم في الفرقة الخامسة، وان شاء الله هنرجع مع بعض التوتوريال الاول Challenges of Healthcare Delivery System. في البداية مش عايزين ننسى ندعي لزمايلنا، ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم، ومش عايزين ننسى ندعي برضو لاخواتنا في فلسطين والسودان ولبنان، ربنا ينصرهم يا رب ويثبت اقدامهم. نبدأ بقى مع بعض على طول عشان ما اطولش عليكم. احنا هنتكلم مع بعض النهاردة اول حاجة عن ايه هو الهيلث سيستم ده اصلا، بعد كده هعرف ايه هي التشالنجز، واخر حاجة هعرفها السوليوشن. بس احنا هنا ممكن ايه يعني ممكن نعمل حاجة تانية، ان احنا ايه بعد ما نعرف ايه هو بارير ابدأ اعرف السوليوشن بتاعه على طول. يعني مثلا هتكلم عن الفيزيكال بارير، اعرف ايه هو الحل بتاعه على طول علشان ايه دماغي تبقى ريفريش كده معايا. اول حاجة ايه هو الهيلث سيستم؟ عندي تو ديفينيشنز. الهيلث سيستم اول حاجه بيقول لك ان هو الاول اورجانيزيشن انستتيوشن اند ريسورسز، البرايمري بيربز بتاعها تو امبروف الهيلث. يعني البرايمري بيربز بتاعها ايه؟ ان انا امبروف الهيلث. فجات لك ال WHO قالت لك لا، انا هقول تعريف تاني، فقالت لك ان الهيلث سيستم هو الاول اكتيفيتيز البرايمري بيربز بتاعها ايه؟ تو بروموت ريستور اند مينتين الهيلث. والتلات كلمات دول عندي مهمين، بروموت ريستور اند مينتين الهيلث، مهمين عشان ايه؟ ممكن يجي مثلا يسألني عليهم في الام سي كيو. طيب تاني حاجة عندي ايه هي الباريرز؟ عندي 6 بارير. اول حاجة الفيزيكال بارير، تاني حاجة سايكولوجيكال بارير، تلاتة الفاينانشال بارير، اربعة جيوغرافيكال بارير، خمسة كالتشرال اند لانجويج بارير، واخر حاجة ريسورسز بارير. نتكلم عن واحد واحد. اول حاجة الفيزيكال بارير عندي، ايه هو الفيزيكال بارير ده؟ فيزيكال من اسمها يعني حاجة مادية او حاجة ملموسة، فبالتالي هي حاجة بتقف قدامي او منعاني من ان انا اوصل للوجهة بتاعتي. زي مثلا ان يكون عندك مثلا واحد بيستخدم الكرسي المتحرك مثلا، اللي هما ايه الويلتشير يوزرز، وهو داخل الاستقبال لقى مثلا عنده نارو دور واي اللي هو الباب بتاع الاستقبال كان ضيق، او لقى مثلا ان في اونلي ستيبس، فديت حاجه اكيد هتمنعه من ان هو يدخل جوه الاستقبال. فبالتالي ده كده اسمه فيزيكال بارير، ان هي ايه اوبجكت ذات بريفنت ان انفيديوال فروم جيتينج وير زي ماست جو. طيب انا ازاي اقدر احل المشكله دي؟ والله مش هو الباب بيكون ضيق، يعني ديت مشكله في التصميم بتاع المبنى نفسه، فبالتالي انا مهم بالنسبه لي ان انا اعمل جود ديزاين للهيلث كير سنتر بتاعي. تاني حاجه ان انا ممكن اريبليس الستبس بتمبراري اور بيرمننت رامب، اللي هو زي ده كده، اللي هو المنحدر اللي بيبقى موجود جنب السلالم وموجود عندنا برضو في الاستقبال. ممكن برضو ان انا اعمل وايدنينج دور واي، ان انا اوسع ابواب الاستقبال شويه، بحيث ان اي حد مهما كان بيستخدم ايه نقاله، بيستخدم كرسي متحرك او اي حاجه، يقدر ان هو يدخل عادي. واخر حاجه ممكن ان انا اعمل فيتنج هاند ريلز زي اللي هو الترابيزين بتاع السلم يعني، وده بيساعد الناس عندي اللي هم الناس الديسابلد، ان هم الناس اللي بيعرفوا يتحركوا عادي بس بيبقى في عندهم صعوبه في الحركه شويه. تاني بارير معايا السايكولوجيكال بارير. يعني ايه سايكولوجيكال؟ سايكولوجيكال من اسمها ان هو بارير، بيبقى حاجه كده نفسيه جوه الانسان عباره عن قلق او خوف من حاجه معينه. زي مثلا واحد عنده اسنانه بتوجعه بس هو خايف يروح لدكتور الاسنان مثلا بسبب حقنه البنج، او خايف مثلا من العدوى ان الدكتور مش بيعقم كويس وهكذا. يبقى عندي الفير اوف دنتست، ده بيعتبر من السايكولوجيكال بارير. او ممكن مثلا واحد يكون حاسس ان هو تعبان وبيخس باستمرار بس خايف ان هو يروح للدكتور لا يطلع عنده اي حاجه وحشه. فايه فالمثال التاني عندي ان هو individual feels unwell but he is worried about finding out what is wrong، ان هو مش عايز يروح للدكتور عشان ما يكتشفش ايه المشكله اللي عنده لا تطلع حاجه وحشه. فدي كده تعتبر حاجز نفسي جوه الشخص، فعشان كده سميناها ايه psychological barrier. يبقى fear of dentist و fear about finding out what is wrong ده كده يعتبر psychological barrier. طيب انا ازاي اقدر اتغلب على المشكله دي؟ والله انا كدكتور اول حاجه هعملها ان انا ايه get to know your patient. تاني حاجه ask every patient who he or she is feeling about treatment. تالت حاجه set up a stop signal. رابع حاجه address the control of pain. خامس حاجه suggest supportive therapy، واخر حاجه put your patient first every time. هنتكلم عن حاجه حاجه بقى من الكلام ده. اول حاجه معايا كانت get to know your patient. يعني ايه؟ يعني انت كدكتور اعرف المريض اللي انت بتتعامل معاه،
حاول ان انت بقدر الامكان تتعامل معاه بنوع من الانسانية، تعمل معاه good doctor patient relationship، فبالتالي الكوميونيكيشن ما بينك وما بين المريض بتاعك هيكون كويسة، فبالتالي ساعتها اقدر ان انا ادخل على الخطوة التانية ان انا ايه ask my patient how he or she is feeling about treatment، وان انا اشركه معايا في العلاج، احسسه ان الدنيا لطيفة وسهلة، مش مستاهلة كل الخوف اللي هو حاسس بيه. زي مثلا ان واحد عنده مثلا دينتال انكزايتي مثلا، او عنده سيفير دينتال فوبيا، فبالتالي انا كدكتور اسنان مثلا ممكن اعمل ايه، ممكن استخدم معاه مثلا ديستراكشنز اللي هي مصادر الهاء، زي مثلا هيدفونز ان هو ايه اسمعه الموسيقى، او افرجه على تلفزيون مثلا، او ان انا عارف الاسترس بول مثلا زي الصوره ديت، ان هو مثلا يعمل سكويزنج على الاسترس بول ديت، فبالتالي ديت حاجات كلها هتلهيه شويه وهتقلل من الخوف اللي عنده. فانت كدكتور تقدر تعمل الشغل بتاعك والمريض اللي قدامك شبه مطمن شويه. تالت حاجة set up a stop signal. يعني ايه؟ يعني اتفق مع المريض بتاعي ان انا وانت هنعمل مع بعض اشارة، اول ما تحس بوجع مهما كان الحاجة اللي انا بعملها انا هوقف، فبالتالي وليكن مثلا الاشارة بتاعتي ان هي ايه rising your hand، انا اقول له مثلا ايه انا هبدأ شغل في اسنانك، وانت اول ما تحس بوجع ممكن ترفع ايدك، ساعتها انا هوقف شغل، فبالتالي انا هوقف شغل، I will stop whatever you are doing، يعني مهما كانت الحاجة اللي انا بعملها هوقفها. رابع حاجة ان انا ممكن مثلا استخدم برضو control pain، زي مثلا sedations او nitrous oxide، او ان انا استخدم مثلا topical anesthetic، بدي فهيئة مثلا slow injection، بحيث ان ايه ان البنج مثلا او topical anesthetic ده يقعد معايا اطول فترة ممكنة، فانا بديه على هيئة slow injection، فبالتالي ده بيقلاو for tissue to non-gradually، يعني ايه بتنمل كده بالتدريج، فبالتالي يقعد معايا فترة اطول، وده بيساعدني for a painless injection، ان انا مثلا اديله الحقنة بتاعت البنج بعد كده كل الشغل اللي انا هعمله في اسنانه هو مش هيحس بيه، فديت حاجة برضو هتطمن المريض شوية. خامس حاجة معايا suggest a supportive therapy، يعني لو كل الحاجات بقى اللي انا عملتها ديت، ان انا عملت good doctor patient relationship، ان انا عملت له كل مصادر الالهاء، كل distractions اللي موجودة عندي، headphones، stress ball، كل الحاجات ديت، ان انا عملت معاه stop signal، او حتى ان انا عملت له control للبين بتاعه، بس كل الحاجات ديت برضو ما نفعتش، فساعتها هعمل ايه؟ ساعتها هضطر ان انا ألجأ لسايكولوجيست. سايكولوجيست اللي هو الدكتور النفسي، الدكتور النفسي ده هي encourage البيشنت تو براكتس توك ثيرابي، ان هو هيشجعه على الكلام وهيشجعه على التعبير ايه الحاجة اللي هو خايف منها، فبالتالي مثلا وليكن هو كان خايف مثلا من الدنتال دريلز مثلا، او من النيدلز، او من الاكيوبمنت مثلا بتاع دكتور الاسنان، فانا هبدأ مثلا اتكلم معاه، والله لا ده الحاجة ديت بستخدمها في 1 2 3 مثلا، لو هو بيخاف منها فانا هوريها له على الطبيعة، هو ممكن يمسكها، ممكن يتعرف عليها اكتر، فديت حاجات هتقلل من الخوف عنده برضو شوية. واخر حاجة معايا put your patient first every time، ان انا دايما، وده لكل الدكاترة عامة، ان هو لازم تحط المريض بتاعك اولوية قدامك، ايه هي مصلحة المريض وهعملها. زي مثلا عندك دكتور جون مراشي كان بيقول لك ايه put yourself in their shoes or rather in their mouths، مش بالمعنى الحرفي يعني، بس برضو الهدف الاول والاخير عندي انا كدكتور ان انا ايه put your patient first every time. تالت حاجة معايا الفاينانشال بارير، ومن اسمها كده بتتكلم عن فلوس، يعني واحد مثلا عايش في مكان بعيد مثلا عن المستشفى، فعلشان يروح المستشفى ده بياخد منه فلوس للمواصلات، يعني بيكلفه ايه ترانسبورت كوست، وعشان يروح برضو بيضطر ان هو يدفع الدكتور فيز اللي هو الكشف بتاع الدكتور، والدكتور طبعا اكيد هيكتب له روجيتا، فهو هيروح يصرف الروجيتا ديت، فيحتاج فلوس برضو، فهيحتاج فلوس ليه للميديكال بريسكريبشن، فبالتالي الترانسبورت كوست، الدكتور فيس، والميديكال بريسكريبشن، دي كلها حاجات بتندرج تحت ايه تحت السايكولوجي تحت الفاينانشال بارير، يبقى دي كلها حاجات بتندرج تحت الفاينانشال بارير لانها بتتكلم عن فلوس، وادام بنتكلم عن فلوس يبقى فاينانشال بارير. طيب انا ازاي اقدر اتغلب على المشكله ديت؟ والله جات لي بعض المنظمات النون جوفرنمنتال اورجانيزيشن
حاولت ان هي توفر لي الميديكيشنز وتوفر لي الميديكال اكسبرتايز. اكسبرتايز يعني اللي هي التخصصات الطبيه المختلفه زي باطنه اطفال نساء ولاده وهكذا، بتحاول ان هي توفرها لي في اماكن اللي بيكون فيها السبلايز او الميديكال اكسبرتايز دي. وير ار ليكينج الحاجات، الاماكن اللي بيكون فيها نقص في الحاجات دي بتحاول ان هي بقدر الامكان توفرها لي. تاني حاجة عندي الجوفرنمنتال او الجوفرنمنت عامة، يعني بتحاول برضو ان هي تبروفايد ا كوميونتي هيلث سنترز وتبروفايد برضو اللو كوست كلينكس، زي مثلا حملة 100 مليون صحة اللي معمولة اليومين دول. ديت الهدف الاول والاساسي بتاعها ان هي تحاول تقلل التكلفة المالية على الشعب بقدر الامكان، ان هو واحد يروح يكشف حتى لو هيدفع، بس هيدفع حاجات رمزية، وممكن برضو بيساعدهم بشوية أدوية وهكذا. فدي كلها حاجات تقلل الأعباء المالية على المواطنين شوية. تالت حاجة الوايد هيلث انشورانس كفريج اللي هو ايه، التأمين الصحي الشامل. ولكن مشكلة التأمين الصحي الشامل ديت ان هي بتكون only for formal sector salaried workers اللي هما ايه، الموظفين اللي بيكون ليهم أجور ثابتة، هما دول بس who are involved في موضوع ال wide health insurance coverage ده. ورابع حاجة عندي ان في بعض ال health care organizations بتحاول برضو ان هي تعمل عندي offers offer payment plans، ان هي بتحاول ان هي تعمل بعض العروض على الأدوية، زي مثلا ان هي تمشي بنظام التقسيط للأدوية وهكذا. فدي حاجات برضو بتقلل الأعباء المالية على المواطنين شوية، فبالتالي دي كلها تعتبر حلول لل financial barrier. رابع حاجة معايا الجيوغرافيكال بارير، من اسمها بتتكلم عن موقع جغرافي. يعني مثلا واحد عايش بعيد عن مركز المدينة او بعيد عن اي مركز صحي او اي مستشفى، ان هو واحد live far from services، فبالتالي المواصلات او الباصص في المكان ده بيكون ليها مواعيد، فبالتالي ديت حاجة بتمنعه من ان هو get to an appointment، ان هو لو عنده ميعاد مثلا عند دكتور فهو ممكن يتأخر عن الميعاد بتاعه بسبب ان هو مش متوافق مع ميعاد الباصز او ميعاد المواصلات في المكان اللي هو عايش فيه. وكمان ممكن يكون ان برضو يكون difficult بالنسبة له to travel بسبب ايه، المسافة، because of distance. فبالتالي ادام بنتكلم عن مسافة يبقى ايه، geographical barrier. لكن لو هتكلم عن transport cost اللي هو التكلفة بتاعة المواصلات، يبقى دي كده financial barrier، عشان بس نفرق ما بين financial barrier والgeographical barrier في حتة المواصلات وهكذا. طيب ازاي اقدر اتغلب بقى عن الgeographical barrier دي؟ والله اول حاجة انا ممكن اعمل موبايل كلينكس. موبايل كلينكس زي اللي هي القوافل الطبية والكرفانات والحاجات ديت، بدل ما المريض هو اللي يجي لي انا كدكتور هروح له، وبنسميها برضو فاميلي فان. طب ليه بنسميها فاميلي فان؟ لان بيكون فيها دكاتره، الدكاتره دي بتستهدف جميع افراد الاسره سواء كان صغير او كبير، راجل او ست، بيكون فيها دكاتره اطفال، دكاتره بطنه، دكاتره نساء وهكذا. فهي بتكون عباره عن فان او ترانك او باص، بتروح للمكان اللي هي عايزه تقدم فيه الخدمه ديت، وبتحاول ان هي بقدر الامكان تقدم البرايمري كير سيرفيس والبريفنتيف كير سيرفيسز والدنتال كير سيرفيسز. الفايده او الميزه بتاعه الموبايل كلينكس ديت ان هي اول حاجه بيكون عندي كوست سيفنج، ان هي بتقلل لي التكلفه شويه. يعني المريض مش هيدفع فلوس للمواصلات مثلا، انا اللي هروح له، فديت حاجة هتقلل عليه المصاريف شوية. تاني حاجة ان هي بتقلل الامرجنسي روم فيزيت، ان هو مثلا واحد وليكن مثلا عايز يطمن على الضغط بتاعه، او واحد مثلا مريض ضغط وهكذا، فبدل ما يروح مثلا الاستقبال او كده، لا ممكن يروح الكرفانات الطبية دي. تالت حاجة ان هي كمان بتقلل عندي البلود بريشر، ان هو واحد عنده مثلا ضغط او واحد مثلا شاكك ان هو ممكن يجيله ضغط وهكذا، ممكن يعمل متابعات دورية في الكرفانات ديت. فبالتالي اول ما نحس ان هو ممكن يدخل مثلا في مشكلة ضغط او هكذا، احنا ممكن نلحقه في بدري شوية، او مثلا مريض سكر وهكذا، اللي هي خاصة الامراض المزمنة، يعني الامراض اللي بتبقى محتاجة متابعة باستمرار. تاني حاجة الـ student run clinics، وديت هي نفس الفكرة بتاعت الموبايل كلينكس بالظبط، ولكن ديت بيكون فيها اكتر medical student اللي هم طلبة امتياز او طلبة طب، بيكون معاهم مثلا دكتور نائب بياخد الدكاترة ديت اللي هم الدكاترة الصغيرين، وبيروحوا يعملوا زي قافلة طبية وهكذا
بحيث ان الدكتور الامتياز ده برضو يتعلم، وبرضو في نفس الوقت هنقدم الخدمة الطبية للأماكن اللي هم ايه الـ extremely poor areas ديت. بنحاول ان احنا نقدم لهم كل الخدمات الطبية بشكل free وشكل easily accessible care. تالت حاجة معايا الـ co-located clinics، وديت من اسمها co يعني جاية من تعاون أو مشاركة، located جاية من مكان، فبالتالي ديت عيادات بتتشارك مع بعض في السبيس وفي الاكيوبمنت وفي الستاف، ان هم كلهم بيكونوا عباره عن عيادات كده جنب بعض جنب بعض، مثلا عياده باطنه، عياده اسنان، عياده اطفال، عياده نساء، كلهم كده جنب بعض. فبالتالي لو في مثلا عياده عندها عجز مثلا في الستاف ممكن تاخد من العياده اللي جنبها، لو في دكتور محتاج اي حاجه ناقصه عنده ممكن ياخدها من العياده اللي جنبه. فهي ديت الميزه بتاعتها يعني. فبالتالي هي بت increase ال access to care و بت increase ال communication، لأن هي بتحاول تقلل العجز بقدر الإمكان. زي مثلا إن يكون مثلا عندي أم هتاخد مثلا ابنها لمتابعة دكتور الأطفال بتاعه، فقالت بالمرة أعدي على دكتور الأسنان أطمن على نمو الأسنان بتاعته، فديت تعتبر من ال co-located clinics يعني. ديت من الفايدة من الفوائد بتاعتها يعني، اللي هو ايه الدنتال يونت. تاني حاجة ال behavioral health service، واللي هو العيادات النفسية يعني، ان هو مثلا ممكن واحد يكون عنده اي psychological disorder بس هو خايف او عنده مشكلة ان هو يروح لعيادات النفسية ديت، اصل الناس هتقول عليا ايه. فبالتالي ال co-located clinics ديت بتحاول ان هي تقلل المشكلة دي بقدر الإمكان، إن هما كده كده محدش عارف أو محدش مركز ده رايح في أنهي عيادة. دي تعتبر من الأمثلة على co-located clinics. آخر حاجة معايا التلي ميديسين. التلي ميديسين ده اللي هو الطب الأونلاين يعني، اللي هو معتمد على الأونلاين شات أو معتمد على الإيميل أو معتمد على فيديو، إن كل واحد بيكون قاعد في المكتب بتاعه وبنفتح فيديو كل ما بيننا وبنعمل الكشف بتاعنا عن طريق الشات أو عن طريق فيديو كول. ولكن زي ما كل حاجة ليها مميزات برضو أكيد بتبقى ليها عيوب، فبالتالي هي بتفيس سام ليميتس هنبدأ نتكلم عليها كمان شوية. ولكن هو هنا ذاكر لك ان هي بيكون difficult بالنسبه له ان هو ايه تو دايجنوز، ان هو اكيد طبعا انت كدكتور هيكون صعب بالنسبه لك ان انت تشخص اي مريض اونلاين يعني. هيجي مثلا يقول لك انا حاسس بواحد اتنين تلاتة فانت هتشخصه كده، لا، ما في بعض الامراض بتبقى محتاجه مثلا ان انا اعمل physical examination، في امراض تانية بتحتاج ان انا اطلب investigations، فبالتالي مش دايما الهيستوري بيكون كافي لجميع الامراض. اي نعم بيكون في امراض الهيستوري فيها بيبقى كافي، بس في امراض تانية بتحتاج حاجات تانية برضه. ولكن التلي ميديسين على الرغم ان هو بيكون difficult to diagnose الا ان هو بيكون well in following up، يعني انا خلاص already رحت للدكتور والدكتور شخصني، فبس انا ممكن استخدم بقى التلي ميديسين ده for follow up، ان انا بدل ما افضل رايح جاي على الدكتور وهكذا علشان المتابعة، لا انا ممكن اتابع معاه عن طريق الفيديو كول مثلا. طب ايه هي بقى مميزات التلي ميديسين ده؟ اول حاجة عندي ان هو بيديني better access، ان هو بي improve ال access to patient، يعني الدكتور قاعد في المكتب بتاعه والمريض قاعد في المكتب بتاعه عادي جدا، بس بيتكلموا مع بعض عن طريق الشات او عن طريق فيديو كول، فديت حاجات تعتبر برضو ميزة بالنسبة له. تاني حاجة ان هو بيكون ايه economical، ان هو بيقلل الكوست، يعني مثلا لما المريض يتكلم مع الدكتور بتاعه عن طريق الشات اكيد مش بيدفع فلوس كتير، فديت حاجات بتقلل عندي التكلفة شوية. بالإضافة كمان إن هي بتزود الإفكاسي وفي مانجمنت للكرونيك ديزيز، زي مثلا مريض الضغط والسكر إن هو بيكون على متابعة مستمرة مع الدكتور بتاعه. تالت حاجة إن هو بيقلل عندي الترافل تايم، بدل ما المريض يفضل رايح جاي على الدكتور، لا احنا بنتكلم عن طريق الشات. وآخر حاجة إن هو بيقلل عندي إن هو بيخلي عندي شورتر هوسبيتال ستاي فيزيت، فدي برضو حاجات بتقلل مصاريف المستشفيات، فدي كلها تعتبر من الفوائد الايكونوميكال او الاقتصاديه للتلي ميديسين. واخر حاجه معايا ان هو بيقلل عندي الستريس ليفل، يعني لو في مريض مثلا ساكن بعيد شويه وعنده مشكله في المواصلات وهكذا فده بيعمل ستريس عليه، فبالتالي التلي ميديسين حلل المشكله دي، فبالتالي هو بيعمل ريديوس ستريس ليفل ان بيشنت. دي كلها تعتبر من الفوائد بتاع التلي ميديسين. بيتر اكسس ان هو بيقلل عندي الكوست وكمان بيقلل عندي الستريس ليفل.
طيب ايه هي العيوب بقى بتاعت التلي ميدسين؟ الليجال اند الايثيكال كونسرن ديت هي العيوب بتاعته. يعني بيقول لك ان البروبلمز ريليتد تو تلي ميدسين مي رينج فروم التكنيكال ليميتيشن اند ايثيكال ليميتيشن. تكنيكال ليميتيشن زي ايه؟ زي مثلا ان واحد يكون عنده مشكلة في النت، او واحد مثلا ما بيعرفش يتعامل مع التكنولوجيا كويس، فدي تعتبر تكنيكال ليميتيشن. بس بيقول لك ان التكنيكال ليميتيشن كان اوفر كام باي ادفانسمنت، ان انا ممكن اتغلب على المشكله ديت بان انا ايه اعرف او بالخبره، ان انا ايه بيقول لك ان انا اقدر اتغلب على المشكله ديت بالخبره، ان هي مره مع مره الانسان برضو خبرته مع التكنولوجيا بتبقى احسن، فهو كان اوفر كام باي ادفانسمنت. تاني حاجه ان هو بيكون صعب بالنسبه لي تو ريتش ان اكوريت دايجنوزز، لان زي ما قلت لك ان مش كل الامراض بتتشخص بالهيستوري، في امراض بتبقى محتاجه فيزيكال اكزامينيشن، في امراض تانية بتبقى محتاجه انفستيجيشنز. فبالتالي ديت حاجه هتتطلب مني انا كدكتور ان انا اخد كل الميديكال انفورميشن اند هيستوري من المريض، ورغم كده برضو ما بيبقاش كافي. فبالتالي انا لو ما عرفتش اوصل لاكوريت دايجنوزز ده مستحيل يخليني اوصل لافكتيف تريتمنت. تالت حاجه مشكله السكيورتي، زي لان احنا زي ما احنا عارفين ان الاونلاين والحاجات دي سهل قوي ان المعلومات فيها يتم اختراقها، فبالتالي دي تعتبر من مشاكل التلي ميديسين، ان الانفورميشن لو انا هنقل انفورميشن المفروض تتنقل بشكل امن جدا، سكيورلي لازم يكون امن. وفي كل مره هاجي استخدم فيها التلي كوميونيكيشن تكنولوجي هبقى محتاج اخد الكونفيدنشاليتي اند كونسنت اوف ذا بيشنت. ولو انا بقى هحتاج مثلا ان انا اخزن، ان انا اعمل ستورج للبيرسونال انفورميشن بتاع البيشنت، او هحتاج ان انا اعمل لها اكسس، فلازم اخد دوكيومنتد اند ابروفد كونسنت من المريض، ده ان انا لازم اخد منه الموافقه، ويفضل تكون كمان دوكيومنتد يعني كتابيه عشان ما تعرضش بعد كده للمساءله القانونيه. يبقى دي كده تعتبر من الليجال اند الايثيكال كونسرن اوف التلي ميديسين. خامس حاجه معايا الكالتشرال اند اللانجويج بارير، وديت مشكله لغه او مشكله ثقافه، زي مثلا ان واحد يكون عايش في بلد ما بيعرفش يتكلم اللغه بتاعتها، او واحد مثلا يكون في مكان كل الانفورميشنز مثلا اللي في المستشفى ديت عباره عن مثلا ساينز او ليفلتس زيها زي البوسترز، يكون كلها بالانجليزي ان انجلش اونلي، وهو ما بيعرفش يتكلم انجليزي، فديت حاجه هتخليه انكشس اند وريد about the service، ان هو مش عارف يوصل للمكان اللي هو رايحه، او مش عارف يوصل للخدمة اللي هو عايزها بسبب ان هو didn't understand it، مش قادر يفهم اللغة او مش قادر يفهم كلام الناس اللي حواليه، فدي تعتبر cultural and language barrier. طيب انا ازاي ممكن اتغلب على المشكلة دي؟ والله اول حاجة ان الهوسبيتالز اند كلينكس تحاول ان هي to provide a pamphlet in a native language، ان هي توفر كتيبات صغيرة زي كده مثلا تكون بالنيتيف لانجويج اللي هي باللغة العامية، باللغة اللي كل الناس تقدر تفهمها. تاني حاجة ان انا استخدم universal health care symbols زي مثلا المابس او ساينز او كولرز، ديت حاجات مثلا زي اشارة ستوب مثلا اللي بتبقى متعلقة في المستشفيات، دي مثلا حاجة لو انا شفتها هعرف ان انا ما ينفعش ادخل المكان ده، بغض النظر حتى لو انا حتى ما بعرفش ما هي مكتوبة بأني لغة، او ما اعرفش مثلا اللغة بتاعت اهل البلد، فديت حاجات هتكون معروفة لمعظم الناس، فادام هي حاجة هتكون معروفة لمعظم الناس فتعتبر ايه universal symbol، وديت حاجة بتهلب all patient around hospital regardless بغض النظر عن language they speak، سواء هو بيعرف يتكلم اللغة ديت او لا، بس هو هيكون فاهم. تالت حاجة اكريت a hospital language bank، يعني ايه؟ يعني مثلا انا ممكن اعين عندي في المستشفى مثلا translator او coordinator اللي هو مترجم، الشخص ده بيعرف يتكلم اكتر من لغة، he can access the language and translate the skills of workers. كمان انا ممكن اعمل عندي لستة بالموظفين عندي اللي هم bilingual staff اللي ما بيعرف يتكلموا اكتر من لغة، وبرضو ممكن احفزهم بان انا اديهم بونص او ان انا اعمل لهم differentiation، دي كلها حاجات ممكن تحفز الاشخاص ديت اللي هو روح اتعلمني لغة تانية وبعدين تعال. اخر حاجة having a provider on staff who speaks the same language of his or her patient،
ان انا مثلا لو انا مثلا عايش في انجلترا مثلا وانا بتكلم عربي ورحت مستشفى، فيفضل ان الدكتور بتاعي يكون دكتور عربي. ليه؟ لان هما الاثنين هيكونوا من السيميلر كالتشرال باك جراوند، هما الاثنين بيكونوا جايين من نفس الثقافه، هما الاثنين بيكون ليهم نفس اللغه نفس التعبير، فبالتالي هما اكتر اثنين هيكونوا فاهمين بعض، فبالتالي ديت حاجه هتسيف تايم، كمان حاجه هتقلل عندي الايرورز ان كوميونيكيشن، وكمان هتساعدني ان انا اوصل لإفكتيف دايجنوزيس وبالتالي هوصل لإفكتيف تريتمنت. اخر حاجه معايا الريسورس بارير، وديت بيكون عباره عن مشكله موارد. المشكله ديت ممكن تكون مشكله نقص موارد بشريه زي مثلا ستاف شورتج، او يكون ممكن مشكله فلوس زي مثلا lack of money، وممكن يكون عندي مشكله ثالثه زي ان يكون عندي a large demand for a service، زي مثلا ان يكون عندي high demand مثلا for vaccination، ان يكون عندي زيادة طلب على فاكسين معين مثلا، بس الفاكسين ده بيكون not enough، يعني بيبقى فيه عندي عجز في الفاكسين ده، فبالتالي ال people may have to wait until a sufficient vaccine has been produced. فدي تعتبر مشكلة من مشاكل ال resource، ان يكون عندي staff shortage او lack of money او a large demand for a service. والمثال ده والفاكسين ده يعتبر مثال. طيب انا ازاي اقدر اتغلب بقى على المشكله بتاعه الريسورسز ديت؟ والله اول حاجه لو كان عندي مشكله نقص موارد بشريه، فانا هحاول ان انا اكروس ترين للموظفين بتوعي، زي مثلا دكاتره مثلا تخصص معين فهدربهم مثلا على تخصص تاني، بحيث ان لو عندي عجز في التخصص التاني ده فالدكاتره دي تسد، وهكذا. تاني حاجه ان انا اهاير تيمبوراري ستاف، ان انا اعين ستاف عندي مؤقت، الستاف ده ممكن اجيبه مثلا انتداب من مستشفى تانية وهكذا لوقت معين يعني، ولما الوقت ده يخلص يرجعوا للمستشفى بتاعتهم عادي. تالت حاجه ان انا اسك يور ستاف to book annual leave day in advance، ان انا ايه اطلب من الموظفين بتوعي ان هم يوزعوا الاجازات بتاعتهم، الاجازات السنوية بتاعتهم، بحيث ايه ان ما يجيش في وقت واحد الاقي 3 ارباع الدكاترة عندي واخدين اجازات. رابع حاجة try to avoid the staff holiday clashes، هي نفس الفكرة بتاعت رقم 3. خامس حاجة improve scheduling process، ان انا ايه اعمل عندي زي جداول كده، الجداول ديت بيكون فيها الابوينتمنت بتاع كل دكتور والمريض وهكذا، بحيث ان كل دكتور يكون عارف الشغل بتاعه والمواعيد بتاعته، وبالتالي وبرضه المريض يكون عارف المواعيد بتاعته. وفي حالات لو كان عندي الاونلاين ابوينتمنت سكادول، ان مثلا الحجز ده لو مثلا هيكون عن طريق مثلا الموقع بتاع المستشفى وكده، ف الدكتور يحاول ان هو يحط مثلا زي سيرة ذاتية كده صغيرة عن نفسه، تعريف عن نفسه، بحيث ان المريض لما يدخل مثلا يحجز ميعاد عند الدكتور يكون مثلا عارف ان الدكتور ده هو الدكتور المناسب للمشكلة بتاعته، فبالتالي هو هيعرف الرايت كايند فور ا دكتور. تمام كده. يبقى الحاجات المتعلمة بألوان مختلفة في الداتا ديت تعتبر حاجات او مصادر مهمة للام سي كيو، ممكن مثلا تسألوا عليها ام سي كيو، وبرضه مهم ان انت تعرف ايه هي المميزات والعيوب بتاع كل بتاع التلي ميديسن، ان انت تكون عارف المميزات والعيوب بتاعة التلي ميديسن، ان انت تكون عارف ايه هي الباريرز عندي 1 2 3 4 العناوين الرئيسية بتاعتها يعني، وتعرف ازاي تحل كل مشكلة. والكلام اللي تحت العناوين الرئيسية ده ممكن يسألك فيها ام سي كيو، لكن العناوين الرئيسية لو هتتسأل فيها هيبقى ريتن، لو التوتوريال يعني دخل من ضمن مواضيع الريتن اللي عليكم. وفي النهاية نختم بدعاء ختم المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.